اسعد الله اوقاتكم واهلا بكم معنا في عرض اخبار الثالثه والنصف مباشره على الاولى. هذه ابرز العناوين. بين المغرب واسبانيا خريطه طريق جديده تليق بمملكتين جارتين وشريكين استراتيجيين، خريطه للمضي قدما في العلاقات الثنائيه وبناء مرحله جديده قوامها الثقه والتشاور. في اليوم العالمي لمرض باركنسون أبواب مفتوحة بمستشفى الرازية التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش للتعريف بآخر مستجدات الأبحاث العلمية وبأهمية الدعم النفسي بالنسبة للمرضى ولأسرهم. أسواق بيع السمك تعرف إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين نظرا لأهمية السمك من الناحية الغذائية والصحية، وربورتاج النشرة من أحد الأسواق النموذجية بالدار البيضاء. أهلا بكم، ويحضر معنا ضيفا في هذه النشرة السيد عبد الفتاح نعوم باحث في العلوم السياسية. مرحبا بكم أستاذ. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة. الزيارة التي قام بها الخميس الماضي رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز للمملكة أطلقت خارطة طريق جديدة من أجل المضي قدما في العلاقات الثنائية، سيما فيما يتعلق بتشكيل فرق عمل في مختلف المجالات. خارطة طريق طموحة تليق بمملكتين جارتين وبشريكين استراتيجيين، وبيان مشترك بين البلدين يدشن بناء مرحلة جديدة بروح من الثقة والتشاور. عبد المجيد الحلاوي. مسيرة جديدة بخطوات أكيدة تعرفها العلاقات المغربية الإسبانية، أصبحت وجهتها دقيقة وواضحة، وهي وجهة نحو التنمية والبناء والاستقرار على ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط. وهذه غتفتح مجال ان شاء الله افاق جديده، وبما ان كاين علاقه اقتصاديه وعلاقه ثقافيه. التصريح الاخير ديال رئيس الحكومه الاسبانيه وهذه الزياره اللي جات دابا غندخلوا مرحله جديده، انفتاح اقتصادي سياسي. اسبانيا اعترفت بوجاهه الحكم الذاتي لحل قضيه الصحراء المغربيه، تقدر اهميه الوحده الترابيه للبلدين واهميه القرارات المشتركه. إسبانيا الآن وعت بأن مصالح هذه الاستراتيجية هي مع المغرب، بحيث أنها محتاجة إلى شيئين أساسيين، محتاجة إلى محاربة الهجرة وهذه لا يمكن أن تتم بدون مساندة المغرب، ودور المغرب دور كبير وحاسم في هذا الموضوع. الدور الثاني مكافحة الإرهاب، لا يمكن مكافحة الإرهاب وكل تغيرات في المنطقة بدون المغرب. هي مرحلة جديدة في تاريخ البلدين، نتمنى أن تتطور فيها العلاقات اقتصاديا وسياسيا، وهذا ما أتوقعه منذ الآن. أود الإعراب عن تفاؤلي وفرحتي بهذه العلاقات المتجددة. اعتراف إسبانيا بالمقترح المغربي حول الحكم الذاتي، أظن بأن هذا سيعبد الطريق لمختلف الملفات المتعلقة بالعلاقات المغربية الإسبانية، سواء الملف الاقتصادي أو الملف الأمني أو ملف الهجرة أو الملف الثقافي. أكثر من ذلك، أنا أظن بأنه بهذا الموقف يمكن أن نتحدث عن محور رباط مدريد. فورا تستأنف الرحلات البحرية بين البلدين، وعملية مرحبة لفائدة جاليتنا المقيمة بالخارج يشرع في التنسيق لها. البلدان يريدان لعلاقاتهما أن تكون نموذجية، أن يكون الفضاء الذي يجمعهما واحة للتبادل والعطاء والتفاهم. نرحب مجددا بضيفنا في هذه النشرة الأستاذ عبد الفتاح نعوم الباحث في العلوم السياسية. إذن أستاذ، المغرب وإسبانيا بلور خارطة طريق بنفس جديد بملامح طموحة، مضمون البيان المشترك يتضمن تأكيدا واضحا للموقف غير المسبوق للحكومة الإسبانية إزاء قضية وحدتنا الترابية، فما هي المحددات التي تؤطر هذه المرحلة الجديدة؟ هي ما كان قد أعلنه صاحب الجلالة في خطاب الدقيقة 46 للمسيرة الخضراء
حينما وضع معادلة أساسية قوامها أو نتيجتها كل ما يحدث الآن، كل تحولات مواقف الدول التي جاءت بعدها والتي تتحدث على أنه من أراد أن يكون شريكا للمغرب، من أراد أن يكون له يعني علاقات تجارية اقتصادية استثمارية استراتيجية مع المغرب في مختلف المواضيع والقضايا التي هي ملحة الآن على السياسة الدولية وعلى الوضع الإقليمي، فعليه أن يصحح مواقفه وأن يوضح مواقفه من القضايا الأساسية للمملكة المغربية، وفي مقدمة بطبيعة الحال القضية الموقف من الوحدة الترابية المغربية. إسبانيا وصلت متأخرة بعد 46 سنة من تلكؤ من المغالطات، من أن تبقى حبيسة دوغما وموقف جمود عقائدي، وصلت الآن إلى أنه لا مناص من أو لا يعني حل أو لا مجال للبقاء حبيسة هذا الموقف، وغيرت موقفها ودعمت السيادة المغربية على الصحراء المغربية ودعمت الحكم الذاتي كحل وحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل. هذا أيضا على مستوى إسباني، على مستوى الداخل الإسباني لديه ارتباط مباشر بتغير عقيدة الأمن القومي الإسباني، لأنه طيلة 46 سنة الماضية كانت إسبانيا تتصور أنه مصالحها على مستوى القارة الإفريقية وعلى مستوى المنطقة وعلى مستوى الشراكة الإفريقية الأوروبية تمر لزوما أو إلزاما من إضعاف المغرب. هذه العقيدة تغيرت عند الإسبان، عند النخب الإسبانية، عند صناع السياسة والاقتصاد في إسبانيا، وبالتالي ترجم هذا الموقف. لكن ينبغي أن نشير إلى أن هذا كله نتيجة صبر وصمود المغرب لمدة 46 سنة من أجل الدفاع عن وحدته الترابية بجميع الوسائل، لا حينما كان الأمر يتطلب الدفاع بالدماء على مستوى الحرب منذ 75 إلى 91، ولا فيما يتعلق بالصمود الدبلوماسي منذ العام 91 الآن، والنتائج ستكون أفضل وأفضل في المدى المنظور. نحن دخلنا مرحلة جديدة، إذن المغرب يمضي قدما في تحقيق مكاسب نوعية بفضل سياسته الخارجية البناءة ودبلوماسيته المتوازنة بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. فهذا الزخم وهذه الدينامية الجديدة بأية آفاق بالنسبة للمغرب ولشركائه الدوليين، خاصة في سياق دولي تطبعه العديد من المتغيرات الآن؟ ومن أهم المتغيرات التي تطبعه هو أن لغة العلاقات الدولية الآن أصبحت هي لغة البراغماتية ولغة المصالح ولغة البحث عن الشراكات بمنطق رابح رابح. يعني ليس من الضروري أن تكون العلاقات الدولية قائمة على منطق أنه هناك لعبة صفرية، بمعنى أن أرباح هذا الطرف ينبغي أن تكون خسائرا لدى الطرف الآخر. هذا المنطق الآن يتكرس. المغرب هذا مبدأه دائما في العلاقات الدولية ينطلق إليه وينطلق نحوه بكل اندفاع وبكل يعني انطلاق وبكل حيوية. ما دامت المواقف مصححة وما دامت الرؤى واضحة يعني العديد القضايا المتعلقة بالسياسة الدولية أو المتعلقة بقضايانا الوطنية منسقة وواضحة ومتفق عليها أو ما يشار إليه في البيان الختامي بالاتفاق حول قضايا ذات الاهتمام المشترك. الآن كل المواضيع المرتبطة فيما يتعلق بالتعاون في مجال الفلاحة والصيد البحري والتصنيع واقتصاد الطاقة الذي المغرب الآن أصبح رقما أساسيا فيه في المنطقة وفي الإقليم، خصوصا مع الإشارة أو ربطا بسؤالك، هو أنه حينما نتكلم عن ظرفية يعني صعبة تعيشها أوروبا، أمنها الطاقي مهدد وهي تخضع له ابتزاز يتعلق بتقلبات السوق العالمية وبالصراعات الجيوسياسية المتاخمة لهذا الموضوع موضوع الطاقة. الآن الإسبان بات من بوابة هذه الشراكة مع المغرب وتصحيح مواقفهم بإمكانهم أن يكون لهم دور على مستوى إنقاذ القارة الأوروبية مستقبلا من أي اهتزازات في هذا الصدد، خصوصا وأنه المغرب لديه مشروع طموح وواعد فيما يتعلق بسوق الطاقة على مستوى يعني استثمار الطاقة الإفريقية وربط أو الربط الطاقي بينها وبين أوروبا، أو فيما يتعلق بمصادر الطاقة البديلة الصديقة للبيئة التي يشتغل فيها المغرب بكل جدية والتي قدمت نتائجا كبرى على الأقل فيما يتعلق بكل المؤسسات المتعلقة بالشغل بمجال الطاقة على مستوى العالم تشيد بهذا الدور، وآخرها الموقف الأمريكي الذي يدعم دائما، سمعنا ذلك عند الوزير بلينكن، الذي يدعم هذا التوجه المغربي لدى الاقتصاد الطاقة النظيف الذي يجمع بين متناقضين من الصعب أن تجمع بينهما أي دولة، الالتزام البيئي وحماية البيئة وضمان أمن الطاقة. نعم، شكرا لكم على كل هذه المعطيات. أذكر أنكم باحث في العلوم السياسية الأستاذ عبد الفتاح نعوم، وإلى فرصة قادمة بإذن الله. على الصعيد الأوروبي، الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون يتصدر نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس، متقدما على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان التي سيواجهها في الدورة الثانية في 24 من أبريل الجاري، فيما خرج مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون من السباق الرئاسي. زكية بلقاس.
حصد إيمانويل ماكرون 27.85% من الأصوات خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ودعا ماكرون في تجمع لأنصاره إلى قطع الطريق على مرشحة أقصى اليمين، كما أوضح الدور الذي تلعبه فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي. في هذا الوقت المصيري لأجل مستقبل الأمة لا شيء يجب أن يكون كالسابق، لهذا أمد يدي للذين يرغبون في خدمة فرنسا. مرشحة اليمين المتطرف حلت في الصف الثاني ودافعت بعد إعلان النتائج عن رؤيتها في تجميع الشعب الفرنسي حول فكرة الأمة. أطر حزب التجمع الوطني أكد انفتاح الحزب وتطوره خلال السنوات الأخيرة. رؤيتنا تطورت حول العديد من القضايا، في كل مرة كنا نبحث عن وسائل جديدة لخدمة الفرنسيين تجاه الاتحاد الأوروبي، ومقاربتنا للاتحاد ليست كما كانت منذ 5 سنوات. وكما حدث في انتخابات 2017 سيواجه إيمانويل ماكرون مارين لوبين في الدور الثاني من الانتخابات، وتشكل المناظرة التلفزيونية بين المرشحين لحظة حاسمة في الحملة الانتخابية التي ستستمر أسبوعين. مرض باركنسون اضطراب حركي عصبي يتجلى في حالة اهتزاز وعدم توازن لدى الشخص المصاب. هذا المرض ليس له علاج، تبدأ الحالة ببطء ثم تتطور بمرور الوقت، ولرفع مستوى الوعي بالمرض والتعريف بسبل الوقاية منه يخصص له يوم عالمي في 11 أبريل من كل عام. وللتعريف بآخر مستجدات الأبحاث العلمية حول هذا المرض وأهمية الدعم النفسي، تنظم اليوم جمعية مغرب باركنسون أبوابا مفتوحة بمستشفى الرازي التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش. روبورتاج أمين علام ومحمد حسن مذكور. يوم تحسيسي أطلقته جمعية مغرب باركنسون هنا بمستشفى الرازي التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش بمناسبة اليوم العالمي لمرض باركنسون أو الشلل الرعاش. تظاهرة مفتوحة في وجه أسر المرضى وزوار المستشفى للتعريف بخصوصية هذا المرض الذي بدأت تتسع قاعدة المصابين به بالمغرب. الجمعية منذ سنة 2005 تواكب المرضى وتساعد في عملية التكفل والدعم النفسي لهم ولأسرهم. فتحنا هاد الأبواب هذه للتحسيس بالمرض والتعريف به، ثم تقريب الهوة ما بين المريض والمستشفى في عمليات العلاج ووصف الأمراض والتعامل مع المريض، ثم أيضا تقريب المسافة ما بين الأسرة والمريض. هذا المرض ماشي كيصيب المريض بوحده، ولكن الأسرة كلها تتأثر. إذا فالجمعية كدير المرافقة لأفراد الأسرة، ولا ما نقولوا حتى العائلة كلها، باش تبين هذا، باش تحسسهم بهذا المرض وبالتطور دياله. يصيب الشلل الرعاش فئات عمرية مختلفة والأشخاص فوق 60 سنة بنسبة 1.5%. أسباب المرض متنوعة وأعراضه منها ما هو حركي وما هو مرتبط بإشكاليات نفسية. أما بالنسبة للعلاج ففيه شق متعلق بالأدوية وآخر بالتدخل الجراحي، لكن الإكراهات المادية تظل إشكالية حقيقية. هذا المرض غادي ينتشر أكثر مع حد المجتمع ديالنا تيعرف واحد الطفره في الهرم ديال الاعمار، وتنشوفوا بزاف تاع الناس دابا كبار في المجتمع ديالنا، دونك تيتقص وغادي تزيد. هذا المرض في اعراض حركيه وأعراض لا حركية، الناس بزاف تيهتموا بالأعراض الحركية، ولكن الأعراض لا حركية تيوليو مع الوقت هما اللي تيوليو مهمين أكثر. تراهن جمعية مغرب باركنسون على توسيع الشراكات وخلق كونفدرالية لتنسيق الجهود بين الجمعيات المهتمة بمرضى الباركنسون لتجاوز الإكراهات خاصة المادية التي تعيق عملية التكفل بالمرضى. وللمزيد من المعطيات العلمية حول هذا المرض ينضم إلينا مباشرة من أكادير الدكتور محمد المشاطي، متخصص في جراحة الأعصاب وأستاذ بكلية الطب والصيدلة بأكادير. إذن دكتور، في البداية كيف يتم تشخيص مرض باركنسون،
وشنو الأهمية ديال التشخيص المبكر؟ وهنا شكون هما الأشخاص المعرضين أكثر للإصابة بالمرض؟ اولا شكرا على الاستضافه. التشخيص ديال مرض باركنسون هو تشخيص اللي هو بالنسبه لنا حنا سهل، لان عبر الاستنتاج الكلينيكي نقدروا نعرفوا بان الانسان مصاب بمرض باركنسون، اللي هو كيتشخص خاصه في اما في الحركه الزائده او في الحركه اللا اراديه اللي هي مرغومه على الانسان، او لا العكس صحيح كما قال الاستاذ الشرعي. هذا المرض فعلا كيف ما قلنا بانه ونظرا للتطور الديموغرافي تيعرفوا الوطن ديالنا خاصه ولا السن الناس اللي كبار غادي تيتزادوا، لذا هذا المرض اللي تيتصاب خاصه الناس من فوق 55 60 الفوق. هذا اللي يعني بان كاين الناس اللي هما صغار اللي يقدروا يتصابوا، وخاصه هاد الناس اللي تيتصابوا صغار، اما تيكون عندهم اما كانوا تضربوا في الراس ولا كانوا خدامين في شي اوزين معين بالنسبه للاكسبوزي لبعض المواد البلاستيكيه اللي تقدر تاثر على الخلايا ديال الدماغ وتنتج هذا مرض باركنسون، اللي هو نتيجه ديال واحد الماده اللي تيفرزها الدماغ، اللي تكون غادي مع المده تقلال، لان هذوك الخلايا ديال الدماغ غادي يكبروا دونك الكميه اللي يحتاجها الانسان باش يقبض هذاك التوازن ديالو بدات تتقلل، يبدا هذا الارتعاش. نعم، طيب دكتور، حسب الاخصائيين ما كاينش علاج ناجع للمرض، ولكن كاين وسائل للتخفيف من حده المرض، وشنو التكاليف ديال هاد الوسائل ديال المواكبه؟ شكرا على هذا السؤال. هو في الحقيقه علاج اللي هو يداوي بصفه نهائيه المرض راه ما كاينش. كاين واحد عده ادويه اللي هي تتحاول ما امكن باش الانسان يلقى ذاك الحياه العاديه ديالو ويعيش بدون ارتعاش ويكون متوازن في حياته اليوميه. هذا العلاج فعلا عرف عده تطورات، لا من ناحيه الادويه بظهور عده ادويه اللي تتساهم ما امكن باش تخلي الانسان يعيش حياه طبيعيه، وكاين بعض الحالات اللي تيستجبوا فعلا للجراحه اللي هي جراحه دقيقه، اللي هي الحمد لله بدات تدار هنا عندنا في المغرب في جميع المستشفيات الجامعيه الحمد لله. هي فعلا مكلفه ولكن ذات نتيجه، لان فعلا تتخلي الانسان باش اولا وقبل كل شيء يحيد عليه بزاف ديال الادويه، يقدر تلاقي ياخذ غير واحد الدواء ولا جوج، وفي نفس الوقت الكميه ديال ذاك الدواء اللي غادي تلاقيه تتقلل، وتتخلي واحد الانسان اللي تيعيش حياه عاديه بدك بالجراحه. نعم، ولكن الجراحه دكتور العائق الكبير اللي لا من ناحيه الجراحه حسب السن ديال المريض. هي تناخذ بعين الاعتبار، هي فعلا هذيك الجراحات تناخذ بعين الاعتبار السن ديال الانسان، وفعلا واش كاينه ليها واش كاينه قابليه ولا لا، واش فعلا غادي تعطينا نتيجه ولا لا. لذلك الاطباء ببناتهم لا سواء الجراحين ولا الاطباء اللي تيداوي بالدواء تنحاول ندير واحد الاجتماع معين، وتنحاول ما امكن ندرسوا ملف على حده، وتنشوف واش الانسان اللي فعلا يقدر يحتاج، واش يحتاج الجراحه ولا ما يحتاجهاش، واش هذه الجراحه تعطيه النتيجه ولا ما تعطيها. نعم. عاد هذيك الساعه تنطلقوا فعلا تنحاول ما امكن كما قلنا نفرزوا الناس اللي غادي يستجبوا للدواء، الناس اللي غادي يستجبوا للجراحه، والناس اللي ما يمكنش ندير لهم الجراحه لان ما غاديش يستنتجوا منها والو. نعم. شكرا لكم على كل هذه المعلومات. الدكتور محمد المجراطي متخصص في جراحه الاعصاب واستاذ بكليه الطب والصيدله باكادير. عملية الدعم الغذائي رمضان 1443 التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن متواصلة بكافة جهات المملكة. 5423 هو عدد المستفيدين من الحصص الموزعة بإقليم الحاجب في إطار هذه العملية الإنسانية ذات الأهداف النبيلة، والتي تكرس قيم التضامن والتآزر التي تميز المجتمع المغربي. 900 أسرة بثلاث جماعات ترابية بالإقليم استفادت من عملية توزيع الدعم. ومن هناك روبورتاج عبد السلام الخلوي، إبراهيم الغوتي، وإيمان محفوظ.
بتنظيم محكم وحرصا على القرب من المستفيدين، عملية الدعم الغذائي رمضان 1443 بإقليم الحاجب تهم 5423 مستفيدا ومستفيدة. التفاتة كريمة من أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله أصبحت تقليدا سنويا يكرس القيم النبيلة للتضامن بهذا الشهر الفضيل. كل عام بحال هذا العام كيعاوننا وكيعاون المساكين، الله ينصر سيدنا. نقاط عديدة بإقليم الحاجب تعبأت لإعداد الحصص وتوزيعها مستهدفة فئة النساء الأرامل والمسنين وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. عملية الدعم الغذائي هذه بالنقطة القروية سبت جحجوح تغطي 900 مستفيد موزعين على 3 جماعات قروية. العملية التضامنية تأتي كل سنة توجيهات من صاحب الجلالة جلالة الملك محمد السادس نصره الله لتخفيف العبء على هذه الفئات وكذلك من أجل حث جميع المواطنين الانخراط في عملية التضامن والتكافل فيما بينهم. وفي أجواء هذا الشهر المبارك شهر رمضان تفتح هذه المبادرة الإنسانية التضامنية أبواب العطاء والتآزر والتلاحم الاجتماعي، وهي قيم متأصلة وعميقة في المجتمع المغربي. السمك من الوجبات التي تحتوي على عناصر غذائية مختلفة غنية ومهمة للجسم خصوصا أثناء شهر الصيام. السمك بأصنافه المتنوعة طبق يؤتت مائدة الإفطار لدى المغاربة في الكثير من المدن المغربية، ومحلات بيع الأسماك تشهد إقبالا مهما في أيام شهر رمضان، كما أن العرض يفوق الطلب. من أحد الأسواق النموذجية بالدار البيضاء روبورتاج فاتحة أم غار وعاشور بن مسعود. صور تعكس الإقبال المهم الذي تشهده محلات بيع السمك خلال شهر رمضان الفضيل، اعتبارا أن العديد من المواطنين يفضلون أطباق السمك كوجبة رئيسية على مائدة الإفطار، وعيا منهم بمزايا فوائده الصحية. ناخذ السمك ديما في رمضان لأنك عزيز عليا، كنفضله هو في الوجبة ديالي في الفطور، وهذا هو السبب اللي خلاني باش ناخذ الحوت اليوم. مفضل وصحي وما فيه مضرة الحمد لله، ما فيه والحوت موجود الحمد لله، اللهم لك الحمد وفيه الجودة، أعطى الله الأنواع كلها تيمشي على قدره. الأسماك ضروريات، ماشي غادي تبغى دير ديما اللحام، غدير هادي غدير الحوت مزيان فيه السمك اللي بدا في رمضان. عروض لأشكال متنوعة من الأسماك، وذلك استجابة للطلبات المتزايدة للمستهلك الذي يفضل اقتناء الأسماك بجودة عالية، كما يبادر في هذا الشأن أصحاب المحلات بتقديم خدمات لزبائن عبر توصيل طلبات إلى مقر سكنهم. وكنحاولوا نوصلوا الناس الحوت بجودة عالية بطريقة اللي هي عصرية، تقريبا كاين 98 حتى 97% ديال الانواع ديال الحوت كنستعملوه هنا في المحل، وكاينين الناس اللي كيجيو كيتقداو الحوت سور بلاس باش كياخذوه، كاينين الناس اللي كنيفريو لهم ادوميسيل. عديدة هي الأطباق التي تحضر خلال شهر رمضان الفضيل، إلا أن طبق السمك أضحى يدخل ضمن العادات الغذائية أثناء تناول وجبة الإفطار خلال شهر الصيام. في الميدان الرياضي تأهل فريق النهضة البركانية ورجاء الرياضي إلى دور ربع نهاية كأس العرش في كرة القدم على حساب كل من الدفاع الحسني الجديدي ورجاء بني ملال. التفاصيل مع عبد الحق بهات. بمدرجات مملوءة عن آخر هنا من ملعب بلدي، واجه فريق رجاء بني ملال فريق رجاء الرياضي برسم تمون نهاية كأس العرش في كرة القدم. الحكيم هشام تبسمني سيعلن عن ضربة جزاء أولى في هذا اللقاء وكانت لصالح الرجاء. وقع اللاعب حميد أحداد في الدقة 29، ثم ضربة جزاء ثانية وهذه المرة لفريق رجاء بن ملال، سجل اللاعب خالد أي طرخان في الدقة 35. الفريق الملالي سجل بعد ذلك هدفين، الهدف الثاني له في اللقاء وقع اللاعب معاد كلوس مباشرة بعد انطلاق الشوط الثاني. والهدف الثالث لرجاء بن ملال وقعه اللاعب أشرف غريب
إثر ضربة جزاء ثالثة أعلنها الحكم تمتماني في هذا اللقاء في الدقة 57. ومباشرة فريق الرجاء الرياضي سيرد بهدف ثاني له، وقع اللاعب حميد حداد في الدقة 58 قبل أن يعادل الكفة اللاعب جمال حركاس في الدقة 90 من اللقاء، مستغلا تهاون الدفاع والحارس. اللقاء الذي امتد للشوطين الإضافيين ثم الضربات الترجيحية والتي أهلت فريق الرجاء بأي حصة 4-2 لمواجهة فريق الوداد في دور الربع. بدوره تأهل فريق النهضة البركانية على حساب فريق دفاع الحسني الجديد هنا ملعب العبدي بالجديدة، وذلك بفضل الضربة الترجيحية بنفس الحصة 4-2 بعد انتهاء اللقاء والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي 0 مثله. فريق النهضة البركانية سيرحل إذن لمواجهة فريق جمعية المنصورية. توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية تشير إلى أن صباح غد الثلاثاء سيتميز بزخات مطرية عاصفية محليا قوية بعدد من المناطق، والتفاصيل في التقرير اليومي مع لبنى بن رامي. تحية طيبة لكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى النشرة الجوية. ظهيرة هذا اليوم ستكون الأجواء مستقرة بالمناطق الشرقية للمملكة، درجات الحرارة ستصل إلى 29 درجة بفيجيج، 27 درجة ستسجل ببعرفة، و 28 درجة بمدينة تازة. فيما الأجواء ستكون غائمة مع أمطار أو زخات رعدية بالواجهات المتوسطية بالأطلس المتوسط بالريف السايس وأيضا بالسهول الشمالية. درجات الحرارة ستصل إلى 22 درجة بخريبكة، 21 درجة ستسجل بالرباط، 23 درجة بسطات، 25 درجة ستسجل ببني ملال. زوابع رملية ستهم السفوح الجنوبية الشرقية. لباقي المناطق الوسطى الأجواء مستقرة وقليلة السحب إلى غائمة. درجات الحرارة ستصل إلى 28 درجة بورزازات، 24 درجة ستسجل بمراكش، 21 درجة مرتقبة بمدينة الصويرة، و 27 درجة ستسجل بتارودانت. بشمال الأقاليم الجنوبية ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية. درجات الحرارة ستصل إلى 30 درجة ببكراح، 24 درجة ستسجل ببوشدور، 33 درجة ببر إنزران وأوسرد، 21 درجة مرتقبة بمدينة الدخلة، فيما ستسجل 24 درجة بالقويرة. نشكركم على طيب المتابعة مشاهدينا وإلى اللقاء. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. بين المغرب وإسبانيا خارطة طريق جديدة تليق بمملكتين جارتين وبشريكين استراتيجيين، خارطة للمضي قدما في العلاقة الثنائية وبناء مرحلة جديدة قوامها الثقة والتشاور. في اليوم العالمي لمرض باركنسون، أبواب مفتوحة بمستشفى الرازية التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش للتعريف بآخر مستجدات الأبحاث العلمية وبأهمية الدعم النفسي بالنسبة للمرضى ولأسرهم. أسواق بيع السمك تعرف إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين نظرا لأهمية السمك من الناحية الغذائية والصحية خلال شهر رمضان، وروبورتاج النشرة تابعناه من أحد الأسواق النموذجية بالدار البيضاء. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى الغد بإذن الله.